المكرام وجبل التاكا في الوسط تماما وخلف المدينة مباشرة، وينفصل جبل كسلة عن سلسلة التلال الأريترية شرقا بمسافة يبلغ عرضها حوالي 24 كيلومتر. كسلة مدينة تتعدد فيها الأعراق والقبائل، لأنها مدينة عبور وتلاق لهجرات الإنسان من أواسط القارة الإفريقية ونحو ساحل البحر الأحمر ومن مرتفعات الحبشة ونحو سهول السودان. أما نهر الجاش فهو المورد المائي الرئيسي للمدينة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بنشاطها الاقتصادي، ولكنه يشكل في الوقت نفسه خطرا عليها من حيث الكميات الضخمة من المياه والطمي التي يجلبها النهر في موسم الأمطار.